تعد رقبة الإنسان من أكثر أجزاء الجسد تعرضاً للإجهاد، هالرقبة التي تقوم بدعم الجسم، ولأنها دائماً تكون في حركة مستمرة فيمكن لبعض الحركات أن تسبب بإصابة الرقبة، وقد ينتج عنها آلام شديدة أو متوسطة تؤثر على أعمالنا اليومية. ولحتى نتعرف أكثر على كيفية الوقاية من آلام الرقبة وطرق علاجها، بصرنا أن نرحب بالدكتور تامر أمير تامر، أخصائي بالجراحة العصبية والعمود الفقري. يسعد صباحك دكتور. أهلا وسهلا فيك دكتور. دكتور بالبداية خلينا نتعرف من حضرتك أكثر على أهم المشاكل يلي ممكن تصيب الرقبة. الحقيقة العمود الرقبي هو نظام فريد من نوعه كجزء من نظام العمود الفقري بشكل كامل، اللي هو المحور الأساسي لحركة الإنسان والوقوف منتصبا، الميزة التي يتميز بها الإنسان عن باقي الحيوانات من نوعه. الحقيقة أنه العمود الرقبي يتعرض لضغوط ميكانيكية هائلة، حيث أنه مسؤول عن حركة وحمل وزن تقريبا 15% من وزن جسم الإنسان، اللي هو وزن الرأس وعضلات الرقبة. هلا هذا مع مرونة الحركة والحركات المطلوبة من الرأس بالالتفات والنظر الأمام والخلف والأسفل والأعلى، هذا عم يعرضنا لمرونة لحركة ميكانيكية هائلة وضغوط هائلة على العمود الفقري من الفقرات والأقراص الغضروفية المشكلة للعمود الرقبي، فبالتالي بيؤدي لمشاكل عديدة، منها آلام الرقبة اللي معروفة بالنسبة إنها آلام مؤقتة، أو أحيانا تشنجات، ممكن تكون تشنجات مزمنة، أحيانا ممكن يكون في آلام بالكتفين والذراعين، ومعظم الأحيان بيصير عندنا صداع، يعني في عندنا ألم بالرقبة يمتد إلى الرأس مع صداع حاد، وفي أحيانا بعض الحالات قليلة يعني طبعا بيكون في عندنا آلام بالطرفين العلويين أو الطرف السفلي بحال انضغط على العصب المارر بالعمود الفقري الرقبي. يعني هلا احنا نتوسع اكثر لنحكي عن اشكال الالام وكيف عم يجي يمكن كل شكل وشو بيكون السبب وراء، لكن بالبدايه يعني في اغلبيتنا عم نقعد نشتغل وراء الكمبيوتر وكل الناس عم يكون الشغل تبعها مكتبي، شو هي يمكن وضعيه الجلوس اللي الواحد لازم يقعد فيها لحتى يتجنب الام الرقبه نتيجه العمل المكتبي لفترات وساعات طويله؟ الحقيقة هلا ميكانيكية العمود الرقبي مثل ما انها هي ميكانيكية فريدة، بالتالي انه تقدم اذا لم يكن العمود الرقبي على استقامة كاملة مع العمود الفقري ومع الرأس بيعرضه لزيادة في الجهد تقادر الضعف، يعني نحن اذا كنا عم نشيل 7 كيلو جرام اللي هو مقدار وزن الدماغ الرأس بشكل عام عند الانسان المتوسط، في حال تقدم الرقبة إلى الأمام 2 سنتي بيكون الوزن المطبق على الفقرات 15 كيلوغرام. شو بفيدنا هذا بشكل حياة عملية؟ نحن لما نوضع الكمبيوتر اللي رح نشتغل عليه يفضل يكون الشاشة منتصف الشاشة موازي لأنف المستخدم حتى ما نعرض الرقبة الميلان للأمام والأسفل، هاي بيؤدي لجهد شديد على عضلات الرقبة الخلفية والفقرات الأمامية. طبعا مع مسند للذراعين لرفع الذراعين وحمل وزن الذراعين على الكتفين، هذا بيؤدي لمساعدة الرقبة وحمايتها من الآلام المزمنة. دكتور يعني هاي النقطة هي نقطة كتير مهمة إنه الشخص ما يقوم فيها أثناء الجلوس وراء طاولة الكمبيوتر، شو كمان ممكن يكون في حركات خاطئة ممكن نعملها خلال يومنا تأثر على رقبتنا؟ هلا الحقيقة بدي أبلش لك اليوم العادي لأي مواطن عادي. هلا أول شيء نحن بالسيارة في حركات معينة مثل أثناء القيادة والسائق أو الراكب بيكون متقدم للأمام ومايل رأسه للأمام من باب الحذر، هي كمان بتؤدي لضغوط على العمود الرقبي. بنوصل للمكتب أو الشغل، الأكثر عدو لآلام الرقبة أو للعمود الرقبي هو العمل المكتبي. العمل المكتبي بيؤدي لوضع الرقبة تحت ضغوط مزمنة هائلة عبر الزمن، يعني شغل المكتب 7-8 ساعات مع ميلان للأمام والأسفل بيؤدي أكيد لإصابة بمناقير رقبية وتشنجات رقبية مزمنة. هذا كيف يعني كيف بدنا نتجنبه رح نحكي فيه بشكل موسع. نرجع لبعض العادات الخاطئة الثانية، إنه معظم المكاتب بنلاقي فوق منها في جهاز مكيف مسلط على الرقبة، هذا بيؤدي تيارات هوائية باردة، أو شباك بتلاقي دائما وراء
مكتب مفتوح كمان بيؤدي لتيارات هوائية باردة وتشنجات مزمنة للعمود الرقبي. يمكن كمان دكتور كتير أشخاص هلأ عم يعانوا من آلام بالرقبة إن كان نتيجة الموبايل اللي هنا بيضلوا يمكن متخيين راسهم وعم يلعبوا على طبعا التقنيات الحديثة من لابتوب من ايباد من موبايلات كلها عم تحط وضعيه خاطئه، سواء نحن مستلقين بالسرير سواء نحن قاعدين على الكنبه او عم نتفرج على التلفزيون ببعض الحركات، هي كلها عم تعرض الرقبه لحركات خاطئه مزمنه عم تؤدي لامراض مستعصيه احيانا. كثير من الناس بنلاقيهم يمكن بشكل يومي بيقولوا عندي وتاب مت برقبتي عم توجعني رقبتي عملوا لي مساج، بتصير المساجات عشوائية بين الأهل بين الرفقة، هي المساجات هل أحيانا إذا كنا ما بنعرف إذا في إصابة بالرقبة أو لا هي مفيدة أو شو ممكن تأثر؟ هلا الحقيقة كتير نحن بنسأل سواء من الأقارب أو مرضى أو أماكن عملنا عن هذا الموضوع السؤال. طيب أنا رح أقول لك السؤال أكثر، إنه نحط مصادر ساخنة حرارة ساخنة كمادات ساخنة ولا كمادات باردة. مرهم بيعطي حرارة ولا مرهم بيعطي برودة؟ طب المساج يكون تدليك ولا فقط دهن للمرهم؟ الحقيقة هاي بدها تشخيص أولا لسبب الألم. الآلام المزمنة بدها منابع حرارة عالية، الآلام الحادة الإصابات الحادة يعني مريض بحياته ما معاني من ألم رقبة فجأة تعرض لهواء بارد نام عم خدم ومنيحة فاق لقى حاله متشنجة رقبته آلام شديدة، هذا بده كمادات باردة لأنه الإصابة حادة. أما المريض اللي عنده آلام مزمنة ما عم ترتاح المسكنات عم يعمل علاج فيزيائي عم يعمل يعني ضمن سياق العلاج مزمن، هذا بده مصادر حرارة عالية يعني مثل الكمادات السخنة أو كياس المي السخنة. التدليك دائما إذا كان ما في إصابات عظمية فنحن منفضل المساج العميق أو التدليك، ونبتعد عن المساج اللي هو عبارة عن تدليك خفيف للعضلات. أما في حال إصابات العظمية بوجود انزلاقات أحيانا بوجود انقراصات عالية نبتعد عن التدليك العميق لأنه ممكن يفاقم الإصابة. تماما دكتور، ذكرت من شوي أنه يمكن أنه كان نايم على خدة مو منيحة، شو هي وضعية المخدة الصحيحة وقديش ممكن يكون حجمها؟ هلا الحقيقة بدنا نقول وضعية النوم الصحيحة طبعا، وهي كمان نحن بنسألها كتير. أكبر عدو للعمود الرقبي هو النوم على البطن، لأنه رح يوضع العمود الرقبي بحالة دوران شديدة لمدة ساعتين ثلاثة، ونحن بنعرف أنه النوم هي الفترة اللازمة لإراحة العضلات وإراحة المفاصل بالوضعية الفيزيولوجية يعني بوضعية الراحة. فالنوم على البطن بده يرافقه دوران للعمود الرقبي بأي جهة من الجهات، وهذا بيؤدي لوضعه تحت جهد. هلأ لا مانع من النوم على الجانبين أو على الظهر بهدف انه المخدة او الوسادة اللي لازم ينام عليها المريض تكون داعمة للعمود الرقبي. شو يعني داعمة؟ يعني توضعه بالوضعية الفيزيولوجية على استقامة مع العمود الفقري ومع الدماغ، يعني لا تكون المخدة سميكة بحيث انه يرتفع الرأس بحالية الوضع النوم الجانبي، ولا تكون المخدة رقيقة جدا بحيث يهبط الرأس ويميل بالاتجاه المعاكس، لأنه هذا بيؤدي لشد على عضلات الجهة المقابلة وضغط على مفاصل العضلة. يعني تكون كل عصبية واحدة الجسم على سوية الرقبة، يعني تكون بسماكة الكتف تقريبا تأخذ شكل الرأس. يمكن هي المشكلة لأنه كل شخص بيقول أنا برتاح هيك أو برتاح هيك، بس يمكن هو بيرتاح لحاله نفسيا بيرتاح مو بيرتاح جسديا. لا برتاح حسب تعود مفاصله، بس هذا يعني هذا مع الزمن في آلية ترميم وآلية هدم. آلية الهدم إن إحنا لما منكون بوضعية مزمنة بهذا الشكل سواء بالتليفون تستخدم تليفون كتير تستخدم موبايل كتير مخدة رقيقة بعمر معين بيكون في مقاومة وفي ترميم، بعد هذا العمر تستهلك هذه الآلية وبصير في عنا فجأة انهيار مفاجئ للآلية التعويض وآلام مزمنة وآلام حادة وبندخل بقى بدوامة العلاج. بتبلش يمكن الآلام فعلا أنه هي تظهر بعد فترة من العمر. دكتور حكينا عن عدة يمكن أسباب لآلام الرقبة، ذكرت لنا شيء عصبي شيء بيكون عظمي شيء بيكون نتيجة تشنج العضلات، إلى أي حد ممكن تشنج العضلات المزمن يحول هالشيء هالآلام لآلام مزمنة؟ الحقيقة طبعا تشنج العضلات في حال أزمن بده يرافقه التهاب أوتار وتكلس بأربطة المفاصل
وممكن تصير في عنا بسبب التشنج مقاومة من الفقرات، تشكيل مناقير عظمية، بتضغط على الأعصاب، ممكن تساوي لنا أعراض عصبية، آلام، تخدير، تنميل، وأحيانا ضعف بالطرف من الأطراف. كتير مهم عنا مرونة العضلات ووضعها بالحالة الصحيحة وتقوية العضلات، سواء تمرينات رياضية، سواء بدعم العمود الرقبي ببعض الحالات المزمنة بالتشنج لإراحة العضلة. نحن بتعرفي بنحطه رقبي، وهو يعني في عنا أسطورة على الطوق الرقبي، نحطه ما نحطه هاي قصة طويلة ممكن نحكي عنها إذا في وقت. وهي الطوق هو هدفه دعم الرقبة ودعم العضلة. فأهمال التشنج يعني إنه مريض أنا عندي تشنج مزمن، يلا باخذ حبة مسكن وبيمشي الحال. إهمال التشنج رح يوقعه بعدين يتفاجأ إنه هو عنده داء تنكسي بالعمود الرقبي ودخل في علاج مزمن لمدة طويلة. دكتور، أوقات عم يكون العلاج جزء منه وقائي، ممكن نحن نبادر فيه ونحن نتبعه. شو أهم الأشياء الوقائية يلي ممكن تجنبنا من الإصابة بآلام برقبتنا؟ أول شيء نتجنب بسيستم الحياة أو بنظام الحياة منذ بداية اليوم لنهايته لوصول إلى النوم والمخدة، نتجنب الشيء اللي ممكن يأذي العمود الرقبي. ونعرف أنه العمود الرقبي عم يخدم بحركة الإنسان بحياته اليومية، فلازم نحافظ عليه أكبر وقت ممكن وإراحته بالشكل الأفضل. اثنين، طبعا تقوية العضلات تبع العمود الرقبي بتمارينات الرياضية وتمارينات الاسترخاء، ابتعاد عن الحياة الاستهلاكية اليومية، يعني التلفزيون 6-7 ساعات، الموبايل 5-6 ساعات، شغل بالمكتب 8 ساعات. يمكن التمارين يفترض انه نساويها خلال عملنا ايضا. طبعا نحن هلا التوصيات الجديدة انه ناخذ استراحة سواء من الدراسة اثناء الدراسة بالنسبة للطلاب او اثناء العمل بالنسبة للموظفين، كل نصف ساعة 5 دقائق حركة لكامل العمود الفقري ومنها للعمود الرقبي، تمرينات خاصة تمطيط وتمرينات تقوية للعضلات. دكتور، انت يمكن بدأنا قوس الخطر للشخص بانه لا انتبه هذا ما هو ألم عادي وفعلا انت صار لازم تتوجه للطبيب. هلا هذا الألم اذا ازمن اكثر من شهر بدون استفادة على العلاجات المعروفة، اثنين اذا صار في اعراض عصبية. اعراض العصبية ممكن تبلش من خدر وتنميل بطرف من الاطراف لتوصل لمرحلة انه يكون عندنا ضعف او حتى شلل بالطرفين السفليين وعدم القدرة على المشي، أو ضعف وشلل الطرفين العلويين وعدم القدرة حتى على استخدام اليدين للأكل أو للطعام للشراب لحلق الذقن. نحن بحال بلشت الأعراض العصبية لازم المريض فورا يعمل دراسة كاملة شو السبب. هذا السبب ممكن يقيب بعدين من اختلاطات خطيرة جدا. دكتور، رح ننتقل لمرحلة العلاج. كيف بيتم العلاج؟ كل مرحلة ممكن تصاب فيها أي يصاب فيها أي شخص بآلام الرقبة؟ حقيقة نحن نبلش بالعلاج، ببلش أول شيء بإزالة السبب دائما. يعني في حال عنا تشنج بسبب اللي قلناه، الوضعيات الخاطئة أثناء النوم، وضعيات أثناء العمل، أثناء الراحة، هاي رحنا لازم ننبه المريض يتجنبها. اثنين، ممكن نعطي مرخيات عضلية، مضادات التهاب لاستيرويدية مشان نخفف من التهاب المفاصل، التهاب العضلات اللي مرافق لحالة التشنج. ثلاثة، ممكن نستخدم الدعامات البلاستيكية أو الإسفنجية أو الهوائية حسب الضرورة، طبعا مع التنبيه إنه هاي الدعامات إلى استخدام محدد بشروط معينة، ما ندخل باستخدام لضعف بعضلات الرقبة وبفاقم المشكلة لبعدين. هلا ممكن نعمل ضمن العلاج يحتاج المريض لحالات جراحية، بس هي قليلة جدا بالنسبة لتواتر الحالات المرضية بآلام الرقبة. دكتور، حكيت عن المرخيات العضلية واللي هي كثير بنسمع الناس انه بيروحوا على الصيدلية اشتريت مرخي عضلي واخذت او مرهم. تماما، او مرهم، انه الواحد يمكن بيعالج حاله لحاله، مشان الناس فعلا بتمل من تضل تروح لعند دكتور. بس الى اي حد اثار سلبية كبيرة المرخيات العضلية وكيفية استخدامها لازم تصير؟ هلا الحقيقة يعني انا رح اشرح فكرة هون، رح اقول انه نحن الاصابة ما دائما هي تشنج عضلي. يعني في حال وجود انزلاق غضروفي وديسك ضاغط على العصب أو وجود التهاب مفصلي بمفاصل العمود الرقبي أو مفاصل مجاورة ومؤدي لإفراز مواد التهابية عم تؤدي لآلام معينة، المرخي العضلي بده يكون دوره مساعد وليس أساسي. ليش؟ لأنه نحن بحال إصابة بالالتهاب المفاصل أو الإصابة بالديسك الرقبي اللي منقوله،
العضلات تتشنج بآلية دفاعية لحتى تمنع الحركة على هذا المفصل أو تمنع الحركة على الديسك المنصار. فبالتالي نحن بنعطي المرخي العضلي بالإضافة لمضاد الالتهاب الاستيرويدي مع العلاج السبب، لأنه تعطي مرخي عضلي أنت أزلت آلية الدفاع اللي أنشأ الجسم كتشنج لإزالة الحركة عن هذا المنطقة، أحيانا بتفاقم الموضوع. طبعا هذا بده حكمة من الطبيب اللي عم يعالج المريض أو الصيدلي اللي عم يعطي الدواء ليعرف شو المشكلة الحقيقية اللي ساوت المشكلة عند المريض. يعني لازم ينتبهوا العالم ما ياخدوا المرخي العضلي بشكل عشوائي. بشكل عشوائي طبعا. ممكن يأثر على الأعصاب؟ هلأ نحن قلنا أنه بالآلية نفسها إذا نحن عنا ديسك ضاغط على العصب والتشنج هو لحماية هذا الديسك من الحركة، إذا أخذ مرخي عضلي زايد أحياناً بيجيني المريض باختلاطات المرخي العضلي، عدم قدرة على الحركة، النوم الزائد، أحياناً بيقول لي أخذت هاي الحبة ما عدت قدرت أمشي يا دكتور الحقني، هو مرخي عضلي بكمية زائدة أخذه المريض. دكتور يمكن وقت مطول لازم نحكي عن موضوع الرقبة اللي بنحط، لكن ما فينا نحكي عن آلام الرقبة من دون ما نذكر هيك بشكل سريع هالرقبة، قديش ممكن هذا الجهاز يساهم بالفعل بنوع يعني منيح من العلاج؟ وأيضا في فترات معينة يمكن الدكتور أنه هي لازم تكون فترة محددة الدكتور بيوصفها، نحن ما نحطها زيادة نفكر حالنا يمكن أنه عم نساهم أكثر بتسريع الشفاء وما نقلل منها كسلا أنه من يمكن المنظر العام يلي ممكن سبب لنا أحراج فيه. هلأ نحن الحقيقة القبة الرقبية أو الدعائم الرقبية مثل ما قلت عليها خلاف كبير سواء بالمجتمع الطبي أو بين المرضى، سوء استخدام شائع بالنسبة إليها. هلأ في توصيات طلعت من الجمعيات الطبية العالمية، أول توصيات أنه نحن الدعائم الرقبية مستخدمة بحالتين وبالحالتين إلى استطبابين مختلفين. الإصابات الحادة اللي قلنا أنه مريض ما حياته ما انوجع وفجأة قام متخذ عنده آلام شديدة برقبته، استخدام الدعامة الرقبية هون ممكن يكون مستمر ليومين لثلاث أيام، هو إراحة للعضلة من أنه تحمل الوزن، بالتالي إراحة للعضلة مع العلاج ممكن تفيدنا. هلأ بالحالات المزمنة مريض دائما عنده هجمات برقبته، دائما عنده تقل بكتافه بإيده، هون ممنوع نحط له الدعامة الرقبية شهر وشهرين لأنه بده يصير في ضعف بالعضلات وتزيد المشكلة سوء. هون المريض هذا المريض نحن ننصحه أنه يوضع الدعامة الرقبية أثناء عمله لحمايته من الحركات الخاطئة، يعني يضل ماطل على شغله بهالشكل أو ست البيت ضل ماطلع على الجليد، ضل ماطلع على شغل البيت بشكل خاطئ، نحن ننصحه أثناء العمل تحط الدعامة الرقبية بشرط أنه ما تتجاوز الساعة أو ساعتين وبشرط تتبعها حركات رياضية دائمة، يعني نحن بعد كل ما نحطها نعمل تمرينات للعضلات الرقبية مشان نعاوض الكسل اللي نحطت فيه العضلات. بشكل عام دائما بتحكي لنا عن أهمية الرياضة دكتور أنت بعلاج أي مشاكل أو حتى بالوقاية منها، اليوم كمان بتفيد الرياضة الأشخاص اللي بيعانوا من آلام رقبية أو حسب الإصابة؟ طبعا هو الجهاز الهيكلي العضلي الهيكلي دائما الصحة الأساسية له والداعم الأساسي له هو الرياضة، التمرينات الرياضية طبعا اللي بتعتمد على الرشاقة وبناء العضلة لتحمل الجهد. طبعا هاي التمارين في تمارين خاصة بالرقبة، أول شيء التمارين اللي بنسميها نحن الفاعلة، يعني أنه تحركي رقبتك بالأطراف أو الدور الأوضاع الصحيحة. ثاني شيء في تمارين ضد الوزن، يعني هاي مشان نقوي العضلات، هاي بنوصفها لبعض المرضى اللي عندهم ضعف مزمن بالعضلات، هي كتير ضرورية لهم. طبعا دائما في الرياضة حياة، يعني عمود الفقري أهم شيء بالنسبة له هو الرياضة والتمرين الدائم على تقوية عضلاته. دكتور بختام فقرتنا نصائح بتحب توجهها لكل المشاهدين؟ دائما النصيحة اللي نحن تعلمناها حتى من أساتذتنا أنه العمود الرقبي هو أساس حياة الحديثة، مثل ما قلنا دائما الحياة الحديثة هي حياة مكتبية، حياة تعتمد على الحركات دقيقة أكثر ما هي على الحركات أو الجهد العضلي الزائد، فبالتالي العمود الرقبي أساس فيها. الحفاظ عليه بيؤدي لحماية الإنسان من آلام مزمنة غير ضرورية فيما بعد. يعني نحن بدنا نشكرك دكتور، بدنا نشكر المعلومات اللي اعطيتنا اياها، ان شاء الله بنتمنى انه ما حدا ابدا توجعه رقبته وكل العالم تضل بخير وسلامه. شكرا لك دكتور لوجودك معنا لليوم. وإلكم يا رب. الله شكرا يخليكم. دكتور تامر امير تامر على هالمعلومات. الله يسلمك.